زينب، فقرتنا الثانية كمان هي فقرة طبية رح تحمل كمان كثير من الأجوبة على كثير من الأسئلة اللي وصلتنا وعم نحاول دائما أن نجاوب عليها. أكيد عم نحكي نحن عن التسمم الغذائي الذي يعرف أيضا باسم مرض المنقول بالغذاء، وهو مرض يسببه تناول الطعام الملوث. تعد الجراثيم طبعا بما فيها البكتيريا، الفيروسات والطفيليات أو السموم هي الأكثر شيوعا للإصابة بالتسمم الغذائي. طبعا يصيب الكبار والصغار. كثير من الأسئلة رح يجاوبنا عنها دكتورنا لليوم أخصائي التغذية الدكتور نصر الزير. صباح الخير دكتور. يسعد صباحكم. يسعد صباحك دكتور. يعني عم نحكي عن موضوع عم نسمعه وخاصة بفترة الصيف والشوب، إنه في حالات تسمم غذائي، لكن أولا خلينا نعرف شو هو التسمم الغذائي هيك كتعريف عام. صحيح. التسمم الغذائي كتعريف عام هو إنه أنا تناولت أطعمة ملوثة فصار في عندي تسمم. هلأ هذا تعريف عمومي، تعريفه الأدق هو أي عارض مرضي بيصير نتيجة تناول أطعمة ملوثة. ملوثة بشو؟ بالبكتيريا، يعني بتكون البكتيريا عايشة بهذا الغذاء، أو الطفيليات أو حتى الفيروسات أو السموم الناتجة عن هالبكتيريا. فتناول هالأطعمة هي بيساوي أعراض مرضية، غالبا بتكون أعراض هضمية، فهون بنسميه أنه لا صار في حالة تسمم غذائي. نعم أكيد. خلينا نحكي لك عن في أعراض معينة. صحيح. هلا دائما الأعراض مثل ما ذكرنا هي بتكون غالبا أعراض هضمية مثل إقياءات، إسهالات، آلام بطنية، ممكن إنه يعني تنتقل لأعراض تانية، ممكن مثل ضعف عام، ضعف بالعضلات، ألم بالرأس إلى آخره، وممكن إنه يعني تنتقل لأعراض أخرى هي يعني بحالات أقل ندرة، يعني بتكون مثل مثلا ضعف بالرؤية أو تشوش وإلى آخره. مثل هاي الأعراض بتكون أعراض نحن منشك إنه في تسمم غذائي، لكن أغلب الأعراض هي أعراض هضمية بتكون نتيجة إنه هو تلوث غذائي بيكون أو تسمم غذائي، فبتكون أعراض هضمية غالبا بتمتد من يومين لثلاث أيام، يعني كحد أقصى إلى خمس أيام، ما كتير بتحتاج انه تدخل يعني دوائي بشكل مباشر، اعراض بتروح لحالها مجرد ما راح الزيفان او البكتيريا. نعم. تموتت. فالاعراض غالبا بتكون اعراض هضمية. هي مشتركة بين الكبار والصغار دكتور؟ نفس الاعراض بتجي؟ تماما، هي الاعراض بتكون مشتركة بين الكبار والصغار، بس هون في عامل خطورة دائما بنقول انه الاطفال انهم بيكونوا اكثر خطورة بالتعرض للتسمم الغذائي من الكبار، لانه مناعتهم بتكون قليلة وبالتالي بتكون الاعراض عندهم اشد. وبالتالي نحن هون لازم ننتبه عند الأطفال. كمان الحوامل نفس الشيء، بتكون حتى مناعتها بتكون هي يعني أخف، وأيضا ممكن أنه تنقل هالزيفانات للجنين عند كبار العمر يلي هن كمان مناعتهم أقل، أو اللي عم بيعانوا من أمراض مناعية خاصة بنسميهم أمراض مناعية ذاتية، هدول كمان لازم ينتبهوا، لازم نكون أكثر حرص معهم بهالموضوع هذا. نعم دكتور، يعني كثير من الأهالي بس حدا يتسمم غذائيا بيعملوا له حمية البطاطا واللبن. هي الشائعة عند كل المجتمع السوري. طيبة. بس خلينا نعرف مثلا إذا صار حالة تسمم عن طفل عند حدا من العيلة، كيف يون الأهل يتصرفوا بداية هيك كأسعاف أولي، إن كان حمية غذائية أو كان إنه كيمكن إجراء معين لتخفيف الإقياء أو الإسهال الموجود مثلا؟ هلا الإجراء الأولي طبعا نحن هون صار في تشخيص إنه في تسمم غذائي، بشكوا الأهل إنه في أكلة معينة أكل الطفل أو حتى الشخص الكبير، في أكلة معينة أكلها تسمم منها أو صار في حالات تسمم أكثر من حدا بالعيلة نتيجة أكلة معينة. هلأ نحن هون مثل ما ذكرنا هي الأعراض بتبلش يعني ممكن أنه تكون بسيطة لمتوسطة الشدة. في بعض البكتيريا أو الإصابات ببكتيريا معينة بتحتاج ل 48 ساعة لتظهر الأعراض، وبالتالي مدى ما بلشت الأعراض تظهر نحن منقول أنه دائما دوائيا منعالج الأعراض عارض عارض، يعني إذا كان في إقياء بناخذ مضادات الإقياء، إذا كان في إسهال يعني خاصة في له أشكال الإسهال خاصة أنه نحن شكينا أنه آكلين أكلة معينة، غالبا ما بناخذ مضادات إسهال، غالبا بنروح على المطهر المعوي اللي هو من ضمنه فيه بيكون مضاد إسهالي،
اما الحميه الغذائيه فهون الشخص مباشره بياخذ حميه انه هو مشان ما يتعب الجهاز الهضمي، لانه نتيجه الزيفانات نتيجه وجود البكتيريا بصير في قيء، بصير في غثيان، بصير في الام بطنيه، الجهاز الهضمي نفسه بيكون تعبان، وبالتالي انا بدي اعطيه اغذيه هي بتكون نوعا ما مريحه للجهاز الهضمي. غالبا حميه البطاطا لانه السكريات او النشويات هي بتكون بسيطه على الجهاز الهضمي، لهيك نحن بننصح فيها لانه هي بتكون خفيفه ما بتعمل عبء على الجهاز الهضمي مثل اطعمه بروتينيه او اطعمه دسمه بتحتاج لجهد بعمليه الهضم، وبالتالي هون بيكون خفيفه عليه. ايضا اللبن ممكن اذا كان في ما في يعني حساسيه ناحيه اللبن او هو قدران ياكله، فاللبن ايضا ممكن انه يدخل ضمن الحميه. التفاح بنبتعد وقت يكون في اسهالات او في الام بطنيه بنبتعد عن الالياف بوقت. والثوم بحطوا الثوم، شو رايك بالثوم؟ هلا الثوم هو هذا شيء شائع انه الثوم مطهر. هلا نحن ما في اشخاص ما بتتقبل الثوم، في اشخاص يعني بتكره ريحته، وايضا هلا عم يكرهوا العالم غليان صحيح هلا لانه استخدامه لانه وجهه نظرهم ايه انه بيرفع المناعه الى اخره. والثوم على فكره في كثير ناس ما بتتقبل طعمته، بتبلعه بلا هذا ما راح يستفيدوا منه. لازم قرط للثوم لحتى ماده الليسين تتحول لليسين وتاخذ شكلها الحيوي داخل الجسم. فبالعوده للنظام الغذائي يعني ممكن انه يتبع هو مثل ما ذكرتي حميه البطاطا المسلوقه والرز المسلوق، هذا بيكون اخف على الجهاز الهضمي. ونبتعد عن اطعمه ممكن انه هي لا تزيد من الحاله سوءا يعني، وبالتالي ممكن انه تساوي تزيد الاسهالات. الفواكه الصيفيه لفصل الصيف منتشر كثير الفواكه الصيفيه، ما بنفضل انه ياخذها لانه بتزيد من حده الاسهالات الفواكه الصيفيه، اضف الى انه هي ممكن ما تكون مغسله. لا رح نحكي بالوقايه عن هذا الموضوع. الالياف مثل ما ذكرنا اذا كان في اسهال شديد، اذا كان في الام بطنيه ما بنفضلها لانه هي ممكن انه تزيد العبء على الجهاز الهضمي. فلهيك بيكون نظام غذائي بسيط، نشويات بسيطه خفيفه على الامعاء، وبالتالي الشخص بيقدر انه يستحملها. نعم دكتور، رح نحكي عن طرق الوقايه من هذا الموضوع من التسمم الغذائي، لكن قبلها في كثير عالم يمكن بيقولوا انه نحن معدتنا حساسه اكثر من غيرنا. هذا الشيء ممكن يكون صح انه اوقات الشخص او طبيعه جسم الشخص هي اكثر حساسيه لنوع معين من الاطعمه، او فعلا هو بس كلام شائع بين الناس؟ لا هذا الشيء واقعي، في اشخاص بتكون معدتهم فعلا حساسه. هلا خاصه مثلا يعني في اشخاص كثير مثلا كانوا بيجوا مثلا من مثلا من برا بتكون فعلا معدتهم حساسه اكثر لنا. في شيء ثاني انه نمط الاكل او التقليد الاكلات التقليديه بجوز ما تناسب اشخاص معينين. هلا مثلا في اكلات بتكون دسمه، انا ماني متعود على الاكل الدسم ممكن انه يعمل لي تلبك معوي. وطبعا ما له علاقه بالتسمم الغذائي، بس هو بنسميه كمان انه معدته حساسه. لكن بموضوع التسمم الغذائي اي شخص تناول غذاء ملوث بالبكتيريا بالطفيليات بالسموم هالبكتيريا هي اجباري بده يصير في عنده حالات من التسمم الغذائي. اما حساسيه المعده انه انا معدتي حساسه، هذا الشيء وارد نتيجه مثل ما ذكرنا تقاليد الاكل، نوعيه الاكل اللي انا باكله، اضف الى انه انا كيف بعود اكلي. اذا اكلي انا غالبا من اكل البيت بصير انا اذا باكل اي اكله من برا في انواع من الزحاريات هي ممكن انه تمر مع شخص هو متعود بقى خلاص بيعود صار معدته بتكون دائما اكله من برا بصير بيعود، ففي نوع من الزحاريات ممكن انه هو يستحملها. بس اي تسمم غذائي بده تظهر اعراض معينه عند اي شخص. نعم دكتور، يعني هلا صيف وعطلوا المدارس وخلصوا الجامعات فبتكتر الطلعات لو انه في كورونا. صحيح. بس عم يطلعوا العالم. صحيح. يعني ياكلوا برا. في يعني كمان تسمم من الخضروات، جرثومه بالخضروات كثير عم نسمع عنها مثلا، ممكن انه يصير فيها تسمم ايضا او حساسيه بالمعده مثل ما قالت فرح. فخلينا نحكي عن اول شيء عن الخضرة، وخاصة أنه كمان تحمل كثير من البكتيريا. صحيح. وكيف لازم نغسلها أو يكون الوقاية أو شو هي أنت نصايحك لهذا؟ صحيح. الموضوع اثنين أنه إمتى بتدخل المشفى لأنه بتنقل الحالات للمشافى، يعني لهالخطورة إمتى بتصير؟ صحيح. هلأ جوابا على السؤال الثاني، خلينا لأنه السؤال الأول بيكون جوابه أطول. نحن قلنا أنه الأعراض هي ما بتتجاوز من 3 لـ 5 أيام، بتكون أعراض
بسيطة إلى متوسط الشدة. هلأ إمتى هو الشخص بقى بيصير إنه لازم تدخل المشفى أو لازم إنه هو يراجع طبيبه؟ لما تكون الحالات كتير شديدة، إسهالات شديدة لدرجة إنه بيوصل الشخص لنوع من التجفاف، وبالتالي هون لأ في مشكلة، الإقياءات متكررة وبصورة يعني كتيرة بتصير، الآلام البطنية غير محتملة بتكون، فهون لأ بيروح الشخص بيراجع طبيبه. لكن في أعراض مثل ما ذكرنا غير الأعراض الهضمية، هون في نوع من الخطورة اللي هي ممكن تتعلق بأعراض عصبية، خاصة إنه موضوع تسمم زيفانات، وبالتالي ممكن تأثر على السيالة العصبية وبتعمل مشاكل مثل تشوش بالرؤية، آلام بالعضلات. هذا الشيء لازم إنه الشخص يراجع طبيبه في حال إنه صار في شك إنه في حالات من التسممات الغذائية أثرت على الجهاز العصبي. مثل ما ذكرنا التجفاف هو أخطر شيء خاصة عند الأطفال، هون لا الطفل الأهل لازم يراجعوا الطبيب، لازم إنه يتم في وصف أدوية لهالحالات من التسمم الغذائي، لأنه إذا اشتد أكثر ممكن إنه يأثر على صحة الطفل. بينما غالبا بتكون هي خفيفة لمتوسط الشدة، بتمر بمجرد ذهاب هالزيفان هاد أو موت هالبكتيريا داخل الجسم. هلا بالعودة للأساليب الوقاية من التسممات الغذائية، احنا دائما بنقول دائما لازم نتبع إرشادات وتعليمات سلامة الغذاء. هلا هي بتنقسم ل ممكن انه في تعليمات بتكون لربات المنزل، وفي تعليمات طبعا اكيد للمرافق العامة. يعني احنا نادرا ما نشوف حالات تسمم غذائي بالبيوت، دائما بنقول خليك على اكل البيت بافضل لك، هذا الشيء أأمن لك. هذا الشيء اكيد لانه طهي الأطعمة بيكون، حفظ الأطعمة بيكون بالشكل السليم، لانه هي النهاية ربة المنزل، هي المسؤولة عن المطبخ، هي بتعرف كيف تحفظ الأغذية. لكن لا مانع من أنه نحن نذكر بعض الوقاية أو الإرشادات اللي حتى سلامة الغذاء لحتى نحن نتجنب التسممات الغذائية. أولا دائما منقول مشتقات الحليب والألبان لازم دائما تنغلى، خاصة في كتير ناس عندهم لهلأ تقليد أنه أنا بشتري الحليب من الفلاح، وبالتالي هو من مجرد نزوله من ضرع البقرة لا وصوله إلى المنزل هذا كله ياتو فيروسه، وبالتالي لازم ينغلى بشكل كتير منيح. الجبنة لازم تنغلى، مشتقات الحليب دائما لازم تنغلى بشكل كتير منيح، ولازم ما نخليها فترة زمنية طويلة، حتى لو بالبراد لازم ما نضل فترة زمنية طويلة، لازم يتم استهلاكها على الأقل لمدة أسبوع، خاصة إنه عم نحكي عن أنواع مثلا من الحليب المبستر. أما حليب اللي بنجيبه نحن من عند الفلاح فلازم خلال يومين ثلاثة لازم يكون مستهلك، وإلا ممكن إنه يخرب لأنه مادة سريعة الخراب، بنسميهم مواد رو أو يعني طازجة، فهي بتكون سريعة الخراب. بالإضافة للخضروات لازم دائما في قاعدة ذهبية إنه الدفة اللي بتستخدمها السيدة لتقطيع الخضرة لازم تكون مختلفة تماما عن الدفة اللي بتستخدمها لتقطيع اللحمة، لأنه دائما الخضرة وخاصة السلطات نحن هدول عم ناكلهم طازجين أو نيين بالأحرى، وبالتالي دائما بتكون عرضة أكثر. غسيل الفواكه، غسيل الخضروات بشكل كتير جيد، نقعها بالماء والصابون أو حتى بالبرمنجانات، لأنه في كتير من الفيروسات أو من البكتيريا ممكن أنه ننتقل عن طريق الخضروات، خاصة الخضروات الورقية. صار في من تقريبا من سنتين أو ثلاثة صار في انتشار كتير لالتهاب الكبد أي اللي هو بينتقل عن طريق الأغذية، هذا بيكون نتيجة المياه الملوثة الخضروات هي تنري بهالمياه الملوثة، وبالتالي ممكن انه يصير عنا تسممات بالالتهاب الكبد اي. حلها كثير بسيط هو نقع الخضروات او الاغذيه هي بالماء والصابون، اذا ما توفر طبعا البرمنجانات هو بيكون كثير كافي الماء والصابون، نقع لمده زمنيه معينه، وبالتالي هون نحن بنكون نوعا ما اقينا حالنا من حدوث. بالإضافة لأنه في دائما نصائح نحن بنعطيها للمرافق العامة للمطاعم أو الفنادق لما تقدم الأغذية، دائما لازم الكفوف تكون دائما لابسة الطباخ أو الشيف اللي عم بيحضر الأكل، تنظيف مكان تحضير الأكل بشكل كتير منيح، عدم لبس إذا ما كان هو لابس كفوف، وهذا ما بنشوفه كتير إنه في ناس ما بتلتزم بلبس الكفوف، لازم ما يكون في حاطط أي معادن بإيده مثل الخاتم مثلا، إنه هذا ممكن إنه تتراكم البكتيريا حوالين هالخاتم مع إعداد الأطعمة، وبالتالي ممكن تكون بؤرة لحدوث التسممات الغذائية. دائما بنقول إنه الشخص اللي عنده مثلا تقرحات بوشه هذا لازم ما يشتغل أصلا بالقطاع الغذائي كتحضير أطعمة، لأنه ممكن إنه ملامسة هي التقرحات وملامسة الأطعمة ممكن أن تنقلها بكتيريات معينة. هي بالمجمل الوقاية اللي ممكن أنه ناخدها. حفظ الأطعمة بالبراد كتير مهم، دائما نحط الأطعمة
النية، الخضروات، الأطعمة النية دائما نحطها بالرف التحتاني من البراد، ما نحطها بالرف الفوقاني، لأنه هي ممكن إنه تسرب مواد على أطعمة نحن جاهزة بتكون عنا، وبالتالي ممكن إنه تسبب شيء بنسميه كروس كونتامينيشن، إنه انتقل الميكروب، هو كان بأكله وانتقل لأكلة تانية، بدل ما نحن ناكل نتفادى الأكلة اللي كان فيها ميكروب عم ناكل أكلة انتقل الميكروب من أكلة تانية. دائما نحن بنقول درجة الحرارة الخطيرة هي بتكون بين 4 درجات مئوية إلى 60 درجة، فبالتالي الطبخ لازم يكون فوق درجة 60 درجة مئوية، ودائما التبريد أو الحفظ بالبراد لازم يكون تحت 4 درجات، وشغلة كمان لازم يكون الأكل مغلف حتى لو بالبراد، لأنه في بكتيريا بتكون محبة للبرودة. دائما ما نحط الطنجرة مثل ما هي بالبراد، نفضيها بالصحون، لأنه الطنجرة ممكن أنه المعدن تبعي حافظ شوي على الحرارة فبيأخرنا من عملية برودة الأكل، فبيكون أكثر عرضة للتلوث الغذائي. نتمنى هاي التفاصيل دكتور تكون وصلت لكثير من الناس اللي عندهم بعض هي الأغلاط البسيطة يمكن ما بينتبهوا لها، بس هي بتصير يمكن أسلوب حياة عندهم، ببطلوا يعرفوا شو مضارها. شكرا كثير لك دكتور على كل هاي الاستفسارات اللي جاوبتنا عنها. شكرا لوجودك معنا، وبأكد لك بعد هالحكي ما حدا رح ياكل من برا بظل الغلاء أكيد. شكرا دكتور.